هنيجي لاحظ يا شباب السوبينيتور ماسل هنجد ان هي عبارة عن تو هيدز، عبارة عن رأسين. في هيد اولانية بتبقى يعني بيعتبروها سوبرفيشال شوية، وفي هيد تانية بتبقى ديب. تلاحظ يعني حتى بص لو انت كده قربنا شوية على الصورة ديت هتلاحظ ان دي ناحية بره اللي هي السوبرفيشال هيد بتاعت السوبينيتور ناحية بره، واللي جاية من جوه دي اللي هي الديب هيد. يعني كده يبقى في واحدة سوبرفيشال وواحدة ايه ديب. طيب هنلاحظ انه الهيدين كده كده سواء كان الديب او السوبرفيشال الاثنين بيعملوا انسرشن في الريديوس، في عظمة الريديوس. لكن الفرق في الهيدين انه الهيد الديب دي بتيجي من الالنا، بتيجي من العظمة اللي جنبها، انما السوبرفيشال هيد دي بتيجي من فوق، بتيجي من الايه الهيومرس بوم من فوق. تمام كده. طب عشان احنا نشوف المشهد ده، ده طبعا مشهد الانسرشن ده بشوفه من قدام، يبقى السوبينيتور ماسل الانسرشن بتاعها بيبقى في الريديوس من قدام، انما انا عشان اشوف الاوريجن محتاج ابص ورا، ابص على الهيدين وهما طالعين من ورا. فبعمل ايه؟ اشوف المشهد ده، ادي الهيدين خلاص كده. الديب هيد طبعا الاثنين رايحين يلفوا حوالين الريديوس ويعملوا انسرشن فيها، لكن الفكره في الاوريجن. الاوريجن في عندي هيدين، الديب هيد ده بيجي من العظمه اللي جنبها، بيجي من الالنا، بينما السوبرفيشال هيد ده بيجي من العظمه اللي فوق، بيجي من الهيومرس بوم. تمام كده. طيب منين بالظبط؟ يعني انا في الامتحان هكتب ايه؟ انا الديب هيد دي بتيجي من الالنا، من كريست، اسمه سهل قوي، اسمه سوباينيتور كريست، يعني ده بيبقى كريست او حته بارزه بتبقى مخصصه للسوباينيتور ماسل، فبنسميه السوباينيتور كريست اوف ذا الالنا. تمام كده. طيب دي الالنا ودي الريديوس صح، يبقى ده الميديال ايبي كوندايل وده اللاترال ايبي كوندايل. السوبينيتور ماسل اللي هي السوبرفيشال هيد بتيجي من اللاترال ايبي كوندايل، اللاترال ايبي كوندايل اوف ذا هيومرس. طيب طبعا زي ما احنا شايفين ادي عضله السوبينيتور ماسل، عندنا الهيدين بتوعنا، ادي الهيد اللي بتيجي من اللاترال ايبي كوندايل اوف ذا هيومرس، وادي الهيد اللي بتيجي من السوبينيتور كريست اوف ذا النا، الكريست الموجودة على الالنا، والاثنين مع بعض بيتجمعوا يتحدوا ويروحوا ناحية الايه الريديوس بوم. يبقى انا عندي اوريجين من الهيومرس واوريجين من الالنا، والاثنين بيروحوا ناحية الريديوس ايه الريديوس بوم. يعني يمكن عشان اتفرج براحتي على العضلة ممكن يعني خد بالك يعني شيل العضلة الايه اللي فوقيها، نقرب شوية يعني كده، ادي الايه الانسرشن بتاعها في الريديوس بوم. تمام كده. طيب خلينا نشوف الاكشن بتاع عضله السوبينيتور. قلت له يا محمد يعني انت ذكي قوي، يعني ما هو من اسمها يعني عضله اسمها سوبينيتور، هي بقى الاكشن بتاعها ايه؟ تمام كده. السوبينيشن، بص كده على البالم اوف ذا هاند او على كف الايد. تمام كده. بص هنعمل ايه؟ يبقى انا هعمل ايه؟ عمليه السوبينيشن. سوبينيشن يعني سوبينيشن يبقى البالم اوف ذا هاند ناحيه السماء فوق، خلاص كده سوبينيشن. تمام كده. طيب يبقى احنا كده عندنا، لما نيجي نبص بقى على مجموعة العضلات اللي بتعمل سوبينيشن، خدنا احنا عضلة قبل كده كان اسمها البريكيو رادياليس ماسل. تمام كده. عضلة تسمى البريكيو رادياليس ماسل، ماشي، دي كانت برضو بتعمل سوبينيشن. اخدنا كمان عضلة اسمها البايسبس ماسل، خلاص كده short head of the biceps brachii، البايسبس ماسل. تمام كده. بقول لك الشورت هيد اوف ذا بايسبس يعني تحديدا البايسبس ايه ماسل. طيب يبقى دي الايه التلات عضلات اللي احنا اخدناهم اللي هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا سوبينيشن. بص كده نفس الايه المشهد ايه مره تاني، خلاص كده. يبقى دي الايه السوبينيتور ماسل بتايه بتشتغل ايه معاهم. تمام كده. طيب ودول بالمناسبه عكس البورنيتورز اللي احنا اخدناهم قبل كده. تمام. طيب يبقى انا كده يا شباب خلصت معاكم عضله الايه السوبينيتور، عرفنا الاوريجين والانسرشن وعرفنا الاكشن ومين بيعمل سوبينيشن معاها. نبدا بقى ناخد العضلات التانية. العضلات التانية طبعا الاكشن بتاعها يعتبر خلصان من الاسم، ماشي، عضله بتروح للثمب وبتعمل ابدكشن، يعني واخد بالك، مش محتاجه، عضله بتروح للثمب وبتعمل اكستنشن، فما فيش يعني اختراع. يبقى اذا اللي انا هاخده في الفيديوهات الايه اللي جايه ان شاء الله هناخد الايه بقى الايه العضلات التانية، هناخد الاوريجين والايه والانسرشن بتاعها. الاكشن يعتبر ايه يعني يعتبر منتهي.